السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال والظروف بحول الله. نتمنى ان شاء الله الوصفات ديالي كلها تعجبكم وتربوها، وتنشكر الناس اللي داخل وخارج المغرب، وتنشكر المشاركات الجدد عندي والناس القدام، وتنقول مرحبا بكم عندي. راه وصفاتي كلها طبيعيه ومضمونه 100% وناجحه، غير استمروا عليها. الوصفه الطبيعيه ديما خاصكم دائما تستمروا باش تكون واحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله هذه الوصفه ديال نتمنى تعجبكم، راه طبيعيه. وجيت نتكلم لكم على الترمس المر ماشي الحلو، الفول السوداني او الفول، بزاف عنده بزاف الاسماء، وفي الدول الخليج والدول العربيه تيسميو ترمس. راه حتى العطاره هنا في المغرب تتقول لهم ترمس، راه تيعطيوه لكم، راه رائع. ترمس المر راه غزال، غني بالبروتينات، غني بالمعادن، غني بالزيوت اللي تصلح لنا المسامات، اللي تتنقي لنا البشره ديالنا، تتوحد لنا اللون ديالنا، غنيه بالمعادن، فيتامين الف وباء. راه غزال هاد الترمس المر، غير جربوه. وراه ان شاء الله مازال نعطيكم وصفات تصلح حتى للشعر، تصلح لتصبغات الجسم، تصلح حتى للصحه. راه غزال بزاف. وهاد الترمس هذا ها هو على شكل بودغ، شريو نوريكم الشكل ديالو كي تيكون. راه كاين جوج انواع، كاين ترمس، كاين المر، وكاين الحلو. هذا المر هو اللي تيصلح للجميل، غزال بزاف. وها هو ها هو الشكل ديالو، باش تعرفوا تيكون صغير وتيجي من هاد الترمس. راه ما كاينش في المغرب، كاين في سوريا، فلسطين، كاين في مصر، كاين في بزاف ديال الدول. في المغرب راه تيستوردوه، راه صغير هو الشكل ديالو، تيكون شكل غادي للصفيرار. وداك الترمس الحلو تيكون على تيكون اللون ديالو ابيض، ما تيكونش هاد الشكل، ومن تيطحن تيولي لنا اصفر اللون. باش تعرفوا باش تفرقوا، حيت كاين بعض المشتركات ما تيعرفوش كاع الترمس، كاين اللي ما تيعرف حتى السميه ديالو ما تيعرفهاش، تيكون هكا. كاين المحلات ديال العطاره راه تيبيعوه هكا مطحون، تيكون صفر. هذا هو اللي تيصلح لنا للجميل، والحلو تيصلح لنا الماكله. غنحتاجوا تقريبا معلقه ديال الترمس، معلقه ديال الحليب، وربع معلقه، نصف معلقه صغيره ديال ماء الورد. وكاين بعض النساء اللي تكون عندهم حساسيه ديال ماء الورد، انا دائما نقول لكم عوضوا ماء الورد بالماء ديال الخيار. اي وصفه فيها ماء الورد، الناس اللي عندهم حساسيه واللي ما عندهمش حساسيه، من الاحسن يستعملوا ماء الورد مع ترمس ومع الحليب. راه رائعه الوصفه، ان شاء الله نمشي نوريكم الطريقه. هيا خديت هنا معلقه، قياس معلقه ديال الترمس. انا تنفضل من الاحسن خدو هكاك، خدو حبوب وطحنوه على يديكم عند العطار من الاحسن. واللي عنده شي طحانه كهربائيه مزيانه يطحنوه في البيع، هو قاصح شويه، من الاحسن طحنوه عند العطار. تبارك الله، ولاو دوك الماكينات بزاف موجودين تيطحنوا بهم، طحنوا مزيان نيلوه. راه رائعه الوصفه، غير جربوها. انا ديما تنجرب الحاجه عاد تنعطيها لكم، والله عمرني ما عطيتكم شي حاجه وانا ما مجرباهاش. راه غزاله بزاف، غير استمروا عليها. ناخذ قياس معلقه ديال الترمس، انا عطيتكم غير القياس اللي تنستعمل، تقريبا معلقه ديال الحليب هي باش يجيكم على شكل عجين، ونصف معلقه صغيره ديال الماء ورد هي شويه صافي. وحركوا مزيان، حركوه على شكل عجين. صافي مزيان، سمحوا لي تنصور غير بيد وحده، تنخدم بيد وحده وتنصور بيد وحده. صافي، الا جاكم بحال هكا شويه قاصح، زيدوا شويه الحليب، يجي شكل. عارفين تبارك الله اي سيده راه عارفه كي تصايب الماسكه الطبيعيه القوام ديالو. صافي تيجنس. صافي نخليكم ان شاء الله نوريكم بعد. ها هو الماسك بعد ما خلطتهم دوك المكونات، الجانسونينا ولونا على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تجربوه، ومن بعد تبغوا تستعملوه ضروري ما تغسلوا وجهكم بالماء الماء والصابون، الماء دافي من الاحسن باش المسام يتحلوا لكم وتعطي مفعول هذا الماسك اللي غتستعملوه. ومن بعد خليوه واحد ضروري ربع ساعه حتى يكرم لكم على وجه، ربع ساعه وغسلوه
وغسلوه بالماء دافئ ومن بعد بماء بارد باش يسد لكم مسام، ودهنوه باي مرطب عندكم، اي زيت تستعملوه للبشره ديالكم، وعطوه حتى للبنيتات اللي تستعملوه، البنيتات اللي عندهم حب الشباب والعيالات اللي عندهم كلف قديم وجديد مبيض يوحد لنا لون البشره. رائع رائع بزاف اخواتاتي، والله نتمنى ان شاء الله تجربوه غيعجبكم، وان شاء الله دعيو معايا وبارطاجيو مع الاهل الاصدقاء وغتستمروا لي، غيعطيكم واحد النتيجه رائعه. لا اول استعمال غتحسوا بوجهكم راه بان واحد الفرق شويه، تتبان لكم ديك البشره راه بانت لكم نقيه، وداك داك المسامات تحسوا بهم معقمين، راه دوك الزيوت اللي كاينين في هذا الترمس راه غزالين تيعقمونا المسامات اللي عندنا في البشره ديالنا. ونتمنى ان شاء الله لي ما راه غيشوف هذا الفيديو يعمل لايك واشتراك ويبارطاجي مع الاهل والاصدقاء، ونتمنى ان شاء الله تجربوه راه غزال. انا راه ديما اي وصفه عطيتها لكم راه تنجربها عتنعطيها لكم، ونخليكم على خير فيديو اخر ووصفه طبيعيه اخرى بحول الله.